السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا حلوين. معنا اليوم قصة هذه في قبيلة طول الله عمركم طفى شيخهم، فالشيخ ما له أخوان يعني ولا الواحد يمسك الشام بعده، ما له ليش ولد صغير بالعمر تقريبا. ففي خمسة كل واحد يبغى أنا الشيخ، فراحوا القاضي عشان يحكم بينهم. فأخذ ولد الشيخ معهم الصغير عشان إيش؟ لو القاضي سالم عنه ولا شيء. فعندما وصلوا للشيخ قالوا للولد يجلس هنا، خلوه يجلس برا، دخلوا عند الشيخ فحكوا له قصتهم إنه حنا توفى شيخنا وما الواحد إلا ولد صغير، فنبغاك تحكم بيننا ومن الشيخ. فقال صبوا لهم قهوة، صبوا لكل واحد فنجان قهوة. قال لهم يلا كل واحد يرجع لي الفنجان الفاضي من غير ما يكب القهوة اللي فيه ومن غير ايش ما يشربها. فورطوا كل واحد جلس ماسك الفنجان، ما ادري ايش يسوي فيه، كيف ما نكبه ولا نشرب ورجع فاضي. فيوم شاف الشيخ انه مطوله قال لهم ولد الشيخ حقكم وينه اللي تقولوا؟ قال انا موجود برا. قال هاتوا. يوم جابوا قال صبوا له فنجان، صبوا للصغير ذا فنجان قهوة. قال له يا ولدي رجع له الفنجان الفاضي من غير ما تشرب القهوة اللي فيه ومن غير ما تكبه. قال ابشر والله. والولد ينزل طرف العمامة او الشماغ ويحط يبدأ يغمسها ويغطها في القهوة لين خلاها ايش تشفط القهوة كاملة في الفنجان. رجع الفنجان للشيخ فاضي وقال لي سمع هذا فنجانك وقهوتك على راسي. فبدأ يختبر القاضي، قال له طيب ايش المكسب وايش راس المال وايش الخسارة؟ قال المكسب ان يكون اطيب من ابوي، وراس المال ان يكون مثل ابوي، والخسارة ان يكون اردى من ابوي. قال له طيب وايش اول امس وايش امس وايش اليوم؟ قال اول امس جدي وامس ابوي واليوم انا. قال خذوا ولد، خذوا هذا ترى هو شيخكم، خذوا وتوكلوا على الله. فالحكمة من القصة أن الشيخة ما تجي بالمال أو بلبس العبي أو المشالح، الشيخة تورث سلايا. سلامتكم.